السلام عليكم ورحمة الله. رمضان مبارك سعيد، ومرحبا بكم في فيديو جديد في وصفات رمضان. فيديو اليوم وهو عن هضم الأكل بعد الإفطار، خصوصا لمن يعاني من السمنة أو يعاني من الوزن الزائد ويريد تخفيف وزنه. فهذا المشروب أنا كل رمضان وكل سنة أقوم باستعماله، رائع جدا جدا، ويقوم بالتخسيس، تخسيس رهيب جدا. كما أنه يعطيك طاقة قوية جدا في جسمك، إذا طاقة ويقوي المناعة وأيضا يقوم بالتخسيس، فإنه المشروب الأنسب. إذا بدون تطويل في الفيديو، كما قلت المشروب يشرب بعد الإفطار مباشرة. سوف أحتاج إلى كوب من الماء الساخن، وسوف أحتاج إلى نصف ليمونة بقشرها سوف أضعها فيه، وسوف أحتاج هنا إلى ربع ملعقة من الزنجبيل إذا كان مطحون، ويمكن أيضا استعمال الزنجبيل الأخضر، كما يمكن تعويضه بالقرفة، لكن أنا أحب الزنجبيل لما له من فوائد عظيمة جدا جدا وليست له سلبيات على الجسم. بالنسبة لمحبي القهوة، يمكن إضافة القليل من القهوة العربية المطحونة، وهي أيضا تساعد على التخسيس، كما يمكن إضافة الشاي الأخضر. هذين، يعني الشاي الأخضر والقهوة العربية، تقومان بالتخسيس ومساعدة الجسم على حرق الدهون، خصوصا الدهون الثلاثية. كما قلت، هذا المشروب أيضا هو يخلص من تصلب الشرايين، أو بمعنى أصح من الدهون الملتصقة بالشرايين وبالأوعية. يمكنكم البحث عن فوائده، يعني فوائده عظيمة جدا جدا. أردت أن أشارك معكم هذا المشروب، إذا يقدم بالصحة والعافية بعد تناول الإفطار مباشرة. إذا إلى اللقاء مع فيديو جديد إن شاء الله.